معكم لبنى شوكولات ممثله مغربيه. احنا اليوم هنايا كاين في مركب ثقافي ديال قنيطره، عرضنا المسرحيه ديالنا العيشوريات بعد غياب طويل بسبب كورونا. للاسف ما كانش حضور الجماهير بزاف، توحشنا الجمهور ديالنا. كنتمنى ان شاء الله ترجع الحياه العاديه ان شاء الله القريب، عما قريب ان شاء الله. كنقول مسرحيه عيشوريات هي مسرحيه اللي فيها واحد مجموعه العيالات اللي كتمثلهم، يعني مجموعة العيالات اللي في التشخيص ديالهم سناء بهاج، جميلة مصلوحي، نجاة الوعر، وحنان بن موسى. هما خدامين في واحد المعمل ديال النسيج، وكيدوز واحد 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 البراح كيقول لهم، وهذاك في ذاك النهار كاين واحد عيشور، احتفال بابا عيشور، وكيجي واحد البراح وكيقول راه اليوم غادي يولي الحكم بيد العيالات. فكان هنا كنطرقوا لواحد المواضيع، يعني كنهضروا حتى بعض الطابوهات اللي بحال التحرش، بحال الارث، بحال السدان، بحال يعني بزاف، يعني حتى نهضروا حتى المشكل العوانيس العيالات اللي كيكونوا كبارين ما تزوجوش. فدونك هنايا المسرحيه كتطرق على هذه المواضيع بالمنظور ديال المراه، لو كان بيد الحكام شنو كان ممكن يتغير. ميرسي. حنان بن موسى ممثلة سينمائية ومسرحية وتلفزيونية، مشاركتي في العيشوريات مع سي عبد اللطيف تشراوي هذه لأول مرة. فرحانة بزاف أن شاركوا معي هذا العمل، هما مجموعة من الفنانات، لبنى شوكلاط، جميلة المصلوحي، سناء بحاج، نجاة الوعر. جمعتنا هذه المسرحية هي للكاتب الدكتور هنائي، مسرحية هزلية في واحد القالب كوميدي فرجاوي، كتكلم على واحد المجموعة ديال النساء كيشتغلوا في واحد المعمل، وكتجي المناسبة ديال عيشور، فكيقروا على أنهم غيبدلوا الحكام، غيبدلوا يعني داكشي اللي كيقوموا به الرجال غيوليو هما يقوموا به والرجال كذلك، قالب كوميدي كطرح بزاف ديال المواضيع وبزاف ديال المشاكل اللي كتعانيها المرأة، والممارسات اللي كتدار عليها مع الراجل. هذه هي القصة ديال العيشوريات، وكنتمنى ان تدوز مزيان. السلام عليكم. نجاة الوعر ممثلة مسرحية سينمائية. العرض اللي كان اليوم هو عرض العيشوريات من تأليف الأستاذ الهنائي، دكتور الهنائي، وإخراج الأستاذ الشراوي، وإنتاج الأستاذ العنقاوي. العيشوريات مسرحية فكاهية كتحكي على واحد الزمان اللي ما بقيناش كنشوفوه، الزمان ديال والدينا اللي كنا كنعيشوه معاهم في واحد اللحظات ديال عاشورة. ملي كتقرب عاشورة كيكون واحد الاحتفال به، واحد هذا، وكيتجمعوا عيالات الحي وكيديروا مثلا عشاء جماعي، فيه الفاكية، فيه عشيوة زوينة، فيه كسكسو، فيه تنقولوا حنا بالديالة. واللي لاحظنا هو انه هاد عاشوره ما بقيناش كنحتفلوا بها كيف ما كانوا كيحتفلوا بها عائلتنا. فاذا به احنا بغينا من خلال هذا العرض اننا نرجعوا شويه للوراء العهد ديال والدينا، ونحييوا هاد التراث من جديد، ونوليو نحتفلوا بالمواسم التراثيه ديالنا ونحتفظوا عليها. فعيشوريات كان مسرحية جميلة جدا، وتلعبات في واحد القالب هزلي، وردينا راجل مرأة ومرأة راجل، وشفتوا راكم شفتوا العرض كيفاش داز، ونتمنى أن يكون عند حسن الجمهور. هذا هو اللي كاين.